عاوزين كلنا ننزل عشان مستقبل النادي الأهلي، عشان نحمي حقوقه ونحمي استثماراته، ننزل عشان حقوق أعضاء النادي الأهلي، ننزل عشان أولادنا وحق أجيال بعدينا جاية، ننزل عشان كيان عظيم اسمه النادي الأهلي، ننزل عشان كيان عظيم اسمه النادي الأهلي. باختصار، يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله يوم حق النادي الأهلي علينا، ده يوم حق بقى النادي، احنا كلنا لينا حق عند النادي ده، ليه حق علينا كلنا، كل النادي ده أفضله علينا جميعا، عشان كده ده يوم حق النادي الأهلي علينا. أتمنى إن كلنا نشارك في هذا اليوم، كلنا نعطي وندي حق النادي الأهلي علينا.